الحياة فم زهرة الحياة. موجز الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت وزارة الصحة أمس بالعاصمة يوماً إعلامياً حول تنفيذ المخطط العملي التشاركي 2023-2025 للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والحد من الأمراض غير السارية الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور ممثلي وزارات الصحة والتربية والشباب والرياضة وشؤون الثقافية إلى جانب شركاء الفاعلين من مختلف المنظمات غير الحكومية والجمعيات ووكالات منظمة الأمم المتحدة والعديد من الهياكل والقطاعات الأخرى المتدخلة. وأعدت تونس هذه الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحد من الأمراض غير السارية في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للصحة 2030 الرامية إلى النهوض بصحة كافة المواطنين وضمان رفاههم من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية والتوعية بعوامل الاختطار على غرار أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض السرطانية واعتلالات القلب والشرايين وغيرها من الأمراض مرتبطة بنمط العيش غير السليم كتعاطي المخدرات والخمول البدني والنظام الغذائي غير الصحي، علما وأن تونس تخصص 60% من الإنفاق الصحي على الأمراض غير السارية. وسيتم في نطاق هذه الاستراتيجية توقيع اتفاقية إطارية بين وزارات الصحة والتربية والشباب والرياضة وشؤون الثقافية من جهة ومنظمة الصحة العالمية من جهة ثانية لتعزيز النشاط البدني ومختلف الأنشطة القطاعية التي تعزز الوقاية من الأمراض غير السارية. قال كاتب عام الجامع العام للنفط والمواد الكيميائية سفيان نصميدي في تصريح إعلامي صباح اليوم الجمعة، قال إن الإضراب المزمع تنفيذه يومي 15 و16 من مارس الحالي يبقى قائما، وأوضح أن شركات في القطاع العام معنية بالشركات من بينها المجمع الكيميائي وشركة الوطنية للحلفاء والورق وشركة تونسية لصناعة التكرير وثلاث شركات للأنشطة البترولية، مؤكدا أن هذا الإضراب سيؤثر على التزود في المحطات بالوقود. ويأتي هذا الإضراب على خلفية عدم احترام اتفاق الزيادة في الأجور الممضى يوم 14 من سبتمبر الماضي بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة، والذي يقضي بزيادة 5% لأعوان المنشآت العمومية. في أخبارنا الدولية، أعلن الجيش في بوركينا فاسو أمس مقتل 11 جنديا و 112 مسلحا في الأيام الأخيرة خلال عدة عمليات ضد الجماعات المسلحة، وذلك أثناء عملية لاستعادة الأراضي في شرق وشمال البلاد. وقال جيش بوركينا فاسو أن مسلحين مجهولين قتلوا 11 جنديا وأصابوا 4 آخرين خلال عملية لاستعادة الأراضي في شرق وشمال البلاد. وأضاف الجيش في بيان أن العمليات العسكرية لمواجهة الجماعات المسلحة مستمرة في أقاليم تابوا وبولغو وفي عدة مناطق في شمال البلاد. كان هذا موجز لأهم الأخبار من إذاعة الحياة فهم. لكم أجمل تحياتي، محمدي في أمان الله.